حديقة أسباير واحدة من أهم وأشهر المناطق السياحية في دولة قطر، حيث تصنف كأكبر حديقة فيها، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 88 هكتاراً. تشكل مساحة حديقة أسباير في قطر الخضراء الواسعة ومسطحاتها المائية ما يشبه الواحة في وسط طبيعة قطر الصحراوية. أنشئت حديقة أسباير وفق الأجمل وأروع التصاميم المميزة العالمية، كما تم جلب أكثر من 700 شجرة إليها من مختلف قارات العالم. تم تزويد الحديقة بكافة وسائل الراحة والمرافق الخدمية، من حمامات ومساجد ومواقف تتسع إلى عدد كبير من السيارات، بالإضافة إلى المرافق الرياضية المناسبة لمختلف الأعمار. تتميز الحديقة بإطلالات بانورامية على المدينة، تعد وجهة متكاملة لعشاق الرياضة، حيث تضم أماكن رياضية عالمية الطراز، وتوفر مساحة من الراحة والاستجمام بعيداً عن صخب المدينة. تتيح أسباير زون فرصاً لا حصر لها للعائلات والزوار، وهي ساحة مفتوحة لممارسة الرياضات بأشكال شتى، حيث يتوجه إليها كل عشاق المشي وراغبي التريض في الهواء الطلق، أفراداً ومجموعات صغيرة أو كبيرة. مساحة شاسعة تجعل خيارات زائري الحديقة متعددة من خلال مسارات حلزونية الشكل، صممت خصيصاً لمحبي رياضة المشي والركض، وليتمتعوا بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة. ميدان الهدف للرماية هو مقرها الرئيسي في أسباير زون، يقدم أنشطة عديدة للترويج لرياضة الرماية في بيئة مناسبة وآمنة وفق المعايير المحلية والدولية. مكان مناسب يمكن للعملاء والعائلات الاستمتاع بمرافقه ذات المستوى العالمي، إلى جانب البرامج والخدمات الرائدة التي تقدمها الشركة من خلال تجارب فريدة من نوعها للتدريب في أنشطة الرماية المختلفة. الميدان يضم مجموعة من الموظفين والمدربين والفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً مع سنوات عديدة من الخبرة، مقسمة إلى مجالات تشغيلية مثل الرياضة والأغذية والمشروبات والدعم. حالياً معنا الأستاذ ميهب، مدير العمليات في ميدان الهدف. يا مرحبا فيك في برنامج تور. يا مرحبا، أهلين أستاذ فهد، شرفتونا وخطوة عزيزة. الله يعطيك العافية. طبعاً نبيك تكلمنا بشكل كبير عن ميدان الهدف للرماية. ميدان الهدف للرماية إجا تلبي لطموح الشباب القطري بوجود نادي للرماية يراعي أعلى مقاييس ومعايير السلام المتبعة في العالم. حاولنا نمزج بين الخدمات الراقية الخمس نجوم مع رياضة الرماية، وحاولنا نقدم إشي جديد بالمنطقة حتى ويكون إشي منافس على مستوى العالم. موجود عندنا، نحن أول مكان بيقدم الرماية بالأسلحة الحقيقية فعلاً وبالطلقات الحية. موجود عندنا حالياً كاليبرز معين اللي هي 9 ميلي متر، وموجود عندنا 5.56، وموجود بالإضافة ل 22. عندنا نادي أولمبي 10 حارات بالرماية الهوائية، وعندنا قريباً إن شاء الله حيكون السكيت اللي هو أول سبورتينج أكتيفيتي، أكشلي سبورتينج شوتينج، اللي حيكون نادي مغلق للرماية بالشوازن. الناس تعرفه هون بالشوازن. الأعمار عندكم شلون الأعمار؟ هل كل الأعمار ولا أعمار معينة معينة؟ بالنسبة للإيرغن حيكون العمر المسموح فيه فوق السبع سنوات، أما بالنسبة للرماية بالسلاح الحي فحيكون لازم فوق 18 سنة، وطبعا في البنية الجسمانية لازم تطابق المعايير المتبعة عندنا. فعمليا الزوار كلهم أكيد قبل ما يروح على الرماية لازم يتأكد من جاهزيتهم بدنيا
بالإضافة لأنه في دورة سلامة إجبارية قبل الدخول بالرمي. حلو، طبعا احنا عارفين ان كاس العالم قريب بيكون عندنا ان شاء الله، وهذا الحدث مهم بالنسبه مو لقطر يمكن للعالم العربي بشكل عام، وندري ان في جماهير راح يجونا من جميع انحاء العالم. صحيح. فنبي نعرف جاهزيتكم لهذا الحدث. حلو، نحن حاولنا نكون على اعلى جاهزيه لاستقبال ضيوف كاس العالم، واخذنا بعين الاعتبار الناس اللي حتجي تشرفنا على الميدان. زودنا ساعات العمل لنكون جاهزين من الصباح وحتى منتصف الليل، وزودنا خدمة الحجز أونلاين عن طريق الويب سايت أو عن طريق الأبليكيشن سواء عن طريق أندرويد أو الآي أو إس الآيفون، فبإمكان العميل أنه يحجز مباشرة ويجي يشرفنا ويدفع حتى أونلاين، حتى لو الضيف ما حب أنه يحجز أونلاين أو ما حب يدفع، كمان نحن خصصنا عدد من الخدمات الموجودة عندنا للأشخاص اللي ما عندهم حجز بحيث نستقبل كل الأشخاص الموجودين هون. بالنسبة لطريقة الدفع نحن كتير فليكسبل، فاهمين أنه ممكن تيجي أشخاص مش حاملين معاه العملة القطرية، فنحن نستقبل معظم العملات المتاحة. نبي توقعاتك لبطولة كأس العالم، ومن تتوقع ياخذ هذه البطولة؟ نحن نتمنى فريق قطر يكون يوصل لمراحل متقدمة في النهائيات، وإن شاء الله بالأخير نتمنى منقول مبروك للي حيستاهل البطولة وهارد لك للي مش حياخذ البطولة. يوفر الميدان دروسا لتنمية مهارات رواده من خلال إشراف المدربين المحترفين، كما يمكن اختيار الدورة التي تتناسب مع السن والإمكانيات. حارات البنادق الهوائية المتوفرة تضم 4 الليزر وثماني حارات بطول 25 متراً، إضافة إلى حارتان بطول 100 متر لضمان أعلى معايير الحماسة والإثارة. تأسست أكاديمية أسباير في العام 2004 بهدف رفع وتطوير مستوى العنابي في الألعاب المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، ولا يقتصر نشاطها على كرة القدم فحسب. تسعى الأكاديمية لاكتشاف المواهب في سن مبكرة عن طريق المدارس والاتحادات الرياضية، كما أنها توفر مناخا دراسيا ملائما للأنشطة البدنية. في قلب أسباير زون تتواجد قبة عملاقة تعتبر أكبر صالة مغطاة أو قاعة رياضية داخلية على مستوى العالم، وتضم مرافقاً خاصة ب13 لعبة أولمبية. ملعب كرة القدم معتمد من الفيفا يتسع لحوالي 6000 متفرج، ومسار رسمي لألعاب القوى معتمد من الاتحاد الدولي أيضاً، إضافة إلى العديد من الاختصاصات. تعمل الأكاديمية بطريقة علمية ولتطبيق مخططاتها الحديثة في جميع الألعاب، اعتمدت على عدد من النجوم الذين أبهروا العالم في العديد من البطولات الدولية. رفع مستوى الأداء الرياضي عن طريق التدريب عالي المستوى وعلوم الرياضة والتعاون مع المؤسسات الرياضية والأكاديمية القطرية هو المشهد الذي يتأكد مع مرور الزمن. نجحت الأكاديمية في إرساء مكانتها في المجتمع باعتبارها الوجهة التي تقصدها المواهب الرياضية، كما نجحت في إرساء علاقات تعاون متينة وإيجابية مع المؤسسات الدولية في مجال الرياضات وعلوم الرياضة والبرامج الأكاديمية. مبنى 2022 أيقونة المباني في أسباير زون والدوحة،
نظراً لجماليته وروعة تصميمه، حيث يعتبر المبنى الأول من نوعه في العالم على شكل رقم. هو مبنى متعدد الاستخدامات ويضم مكاتب إدارية وسلسلة مطاعم ومقاهي تؤمن إطلالات بانورامية مباشرة على استاد خليفة الدولي، أحد مسارح العرس الكروي المنتظر. المطاعم في هذا المبنى تضمن لروادها تجارب طهي فريدة في ظل تنوع الأطباق، فهي تلبي مختلف الأذواق وتستعد لاستقبال آلاف الجماهير القادمة لصرح الرياضة القطرية. سيعيش المقبلون على مطاعم مبنى 2022 فترات من المتعة في ظل المزيج الجميل والساحر بين الديكورات المبهرة والإطلالات الجميلة على منشآت أسباير الرائدة. الباحث عن أجواء مريحة لقضاء جزء من يومه سيجد ضالته هنا، بل إن تنوع المطاعم واختلاف ديكوراتها يجعلها خياراً أنسب للتنوع الترفيهي خلال التجارب المونديالية. طبعاً حالياً احنا متواجدين في مطعم تشار ومعانا الشيف سمير. يا مرحبا فيك في برنامج تور. I'm good. الحمد لله. نبيك تكلمنا عن المطعم بشكل عام. Char is all about, it's an eclectic grill concept which has contemporary Latin American food. Like we have grilled ribeye which we cook in Jasper. We have charcoal cooking with certain amount of flavors with wood. This, we have pizzas here, we have fried chimichurri fries, we have burgers which has been slowly cooked with ample amount of fat in it. It's a contemporary American, Latin American food. And our interior, as you can see, we have charcoal one side, we have flowers on another side, we have our Italian pizzas, oven which has been got it from Italy. So this is all about char. So as per we see, we have alfresco sitting and even dining inside. طبعا احنا عارفين ان كاس العالم قريب ان شاء الله، ما بقى لها شيء، وهل انتم جاهزين لجماهير كاس العالم رغم قربكم من استاد خليفه؟ Yeah, we are ready with our insane food to dine people in alfresco, even dine in as we welcome our all the guests. We are ready with our food to impress enough so that FIFA will be best ever what Qatar can host. منو تشجع في بطولة كأس العالم؟ I would love that Qatar should win the World Cup. As for my, you will ask me, Spain is my favorite. Sure. Qatar should win the World Cup. Okay, sure. Thank you so much. في العام 2019 أعلن محمد سعدون الكواري وخالد سعدون الكواري تأسيس مركز بادل إن في قطر برؤية لتحسين وتطوير رياضة البادل في الشرق الأوسط وخارجه، مركز يضم مجموعة مرافق داخلية عالية الجودة مع توفير خدمات تدريبية احترافية تسمح الناس اللعب في أي وقت ومهما كانت الظروف الجوية المختلفة. أنشأ بادل إن أكاديمية تقدم جلسات تدريب احترافية إضافة إلى برامج مخصصة للشباب والكبار إضافة لاستضافة العديد من البطولات. يوفر بادل إن برامج دورية مكثفة مخصصة تهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين في وقت قصير، وتستهدف هذه البرامج مختلف الأعمار بمستويات مختلفة من المهارات تحت إشراف مدربين محترفين.
حاليا متواجدين في بدل ان، ومعانا احد مؤسسين لعبه البدل في الدوحه خالد سعدون. يا مرحبا فيك معانا في برنامج تور. شكرا، يعطيك العافيه على الاستضافه. الله يعطيك العافيه. نبي تكلمنا بشكل عام عن بطوله البدل. طبعا رياضه البدل رياضه قديمه، يعني احنا في قطر يمكن اكتشفناها في وقت متاخر في 2017 عن طريق عبد العزيز اخوي، هو اللي اسس اول ملعبين للبدل كان في نادي قطر. واحنا في بادلن قدرنا ننقل الحمد لله تجربه الرياضه هذه، تجربه الممارسين، الى مرحله شويه متطوره بحكم وجودنا في قاعه مغطاه، في ملاعب شويه يعني في ليفل شويه اعلى. ولكن مثل ما قلت لك احنا اكتشفنا الرياضه متاخر، الرياضه موجوده من 1969. شلون جتكم الفكره باللعبه هذه؟ مع ان اللعبه ما حد كان يدري عنها نهائيا في الدوحه، واحنا مركزين على كره القدم والشعب مركز على كره القدم، حاليا نشوف اكثر الشعب يلعب لعبه البدل. مثل ما قلت فعلا انا اعتقد انها هي فعلا صارت الرياضه الاولى في قطر، واعتقد حتى في دول الخليج، في الخليج بعد قاعد نشوف في الامارات عدد ممارسينها في قطر بس يفوق ال 25,000 ممارس، يعني يمكن اكثر. انا بعد اقول لك على البطولات اللي قاعد نشوفها، احنا نتكلم عن قاعده البيانات اللي عندنا، فعلا في 25,000 يعني شخص مسجل عندنا. ليش؟ لان قبل اتكلم عن احنا اللي سويناه، الرياضه كرياضه بروحها هي رياضه ممتعه للممارسه، رياضه يقدر يمارسها يعني جميع افراد المجتمع، الصغير الكبير، الرياضي وغير الرياضي. قلت لك الرياضه فيها جميع عوامل اللي تساعد الرياضه هذه على الانتشار وعلى ادمان الناس عليها، بالاضافه الى انها سهله الممارسه. يعني في رياضات كثيره حلوه لكن الواحد يشوفها حلوه لكن ممارستها يكتشف الواحد انها صعبه. قلنا شوف الحين حتى الدوائر الحكوميه قاموا يسوون الحين بطولات. بالضبط، انت اليوم يعني موجود عندنا وعندنا بطوله تقام برعايه قطر ريل، وهذا طبعا يعني يسعدنا دائما ان احنا نقدر نتعاون مع جهات حكوميه وشبه حكوميه. ومثل ما قلت لك الرياضه فيها جميع العوامل. اليوم احنا بادلن فعلا يعني قدرنا اللهم لك الحمد ننشا هذه المنشاه الكبيره بالتعاون مع مؤسسه اسباير، ولكن يعني انا ما اعطي نفسي كريدت، الكريدت كله للرياضه نفسها بحكم انها رياضه حلوه ومسليه وسهله للممارسه. طبعا عارفين ان عندنا بتكون بطوله كاس العالم، بطوله الكل قاعد ينتظر هذه البطوله، وان شاء الله تكون بطوله مميزه باذن الله في كاس العالم. نبي نعرف ايش عندكم حق جماهير كاس العالم خصوصا في وسط البطوله. انا طبعا في البدايه واثق ان احنا بننظم افضل حدث في تاريخ كاس العالم، مثل ما شفنا منشآت، شفنا يعني الدوله الحمد لله جهزت جميع العوامل لاقامه البطوله بشكل يعني فريد من نوعه. احنا في بادلن اللهم لك الحمد قدرنا ناخذ الموافقات اللازمه لاستمرار في العمل اثناء كاس العالم، وبالتالي المنشآت مالتنا احنا عندنا اربع منشآت كلها راح تكون متاحه لجماهير البطوله سواء المحليين او اللي جايين من برا لممارسه هذه الرياضه. طبعا نبي نعرف توقعاتك لبطوله كاس العالم. والله طبعا في البدايه نبي نعرف توقعاتك لمنتخبنا وللبطوله، من اللي راح ياخذ البطوله؟ طبعا اول شيء وايد متفائل في منتخبنا مثل ما نشوف صار له فتره طويله قاعد يجهز، وانا اعتقد العناصر اللي عندنا والانجازات اللي قدرنا نحققها اخر سنتين يعني قادرين ان احنا فعلا نحتك مع اقوى المنتخبات ونطلع بنتائج ايجابيه، فاتمنى ان نطلع للدور الثاني، وهذا يعني اعتقد انه طموحي وطموح الكثير من القطريين. بالنسبه للبطوله ككل انا يعني اميل لمنتخب الارجنتين، وايد متعاطف مع ميسي، واتمنى ان ميسي يشيل كاس العالم. اي ميسي ياخذ بطوله يعني. اي والله يعني سوى كل شيء في التاريخ، باقي بس يشيل هذه الكاس. بس هالبطوله الاخيره. ايوه. خالد يعطيك العافيه، وسعدنا انك تكون معنا في برنامج تور، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه في بدل ان شاء الله. مشكورين ومشكورين على يعني دائما انتم تساعدونا الصراحه عشان احنا وي بروموت الرياضه هذه، رياضه حلوه لكن من خلال يعني وسائل التلفزيون وغيرها قادرين احنا فعلا نوصل حق شريحه اكبر، وطبعا هدفنا دائما ان احنا يعني نغير نمط حياه الناس، الناس كثير منهم يعني تعود على الجلسه والمجالس ولعب الورقه وغيره، لكن الحمد لله من خلال رياضه البادل والرياضه الثانيه طبعا الناس قدرت تغير نمط حياتها الى نمط حياه صحي، اكل صحي وغيره، وناس كثير يعني كانت فيها يعني اوزان زايده، والحمد لله من خلال الرياضه هذه قدرت تخسس وزنها. خالد سعدون كواري سعدنا بلقائك معنا ويعطيك الف عافيه. مشكور، فرصه. الله يعطيك العافيه. تحظى لعبة البادل بشعبية متزايدة في دولة قطر، وهي التي تعد مزيجا ما بين كرة المضرب والسكواش،
لتكون حالياً من أسرع ألعاب المضرب نمواً في العالم بالنظر إلى طبيعتها المرحة والسهلة والاجتماعية. زائر قطر خلال المونديال سيكتشفون علاقة مجتمعها الوطيدة مع هذه اللعبة ومدى إقبالهم على ممارستها، ولهم فرصة لخوض تجارب فريدة ومواجهة مرحة في ضواحي أسباير. حسن الرياضة القطرية.